مرحب مرحب يا رمضان يا بطارة ويا بالصيام ويا بالمصاحف ويا بالقران ويا شهر محمد عليك السلام. ليالي سعودي وشهر الصيام علينا فعودي بأحسن مقام ولطفا وجودا وبالخير تام وأوف العهود لنا يا كرام. يا شهر فيك الرضا والقبول وبكل هم من وهم.
بالخير تام وفي العهود لنا يكرم يا شهر فيك الرضا والقبول بكل لهم من وغم يزول عسى وفق ساعة بجاه الرسول لقى ليلة القدر فيها سلام فيك البشاير وفيك الرضا من الله والعفو عما مضى رعى الله زمانا ووقتا مضى تعود علينا بخير التمام فيك التهجد وفيك القران وفيك التراويح يا رمضان عسى الله يصلح لنا كل شان بتوفيق من عند رب الانام سلام من الله عز وجل على المصطفى احمد عدد ما نزال حيا بارض وما شهرها وما لاحبارك بمشرق وشام وما هب ريح وفلك جرى وما سار حادي يلم القرى وما صام صايم وقاري قرى وما طاف بالبيت سبع التمام وصلي إلهي على المصطفى حبيب المشاهد وأهل الوفاء وأهل المودة وأهل الصفاء وأهل الشفاعة عليه السلام الله انت قاضي قوسين لم تدرك ولم ترامي وقدمتك جميع الانبياء بها ورسل تقديم مخدوم على قدمي وانت تختلق سبع طباق بهم في موكب كنت فيه صاحبا علني من عيسي يا محمد مدحا فيه واحتقم وانصب الى ذاته ما شئت من شرف الى قدره ما شئت من عظم ان فضل رسول الله فله حد فيعرض عنه ناطق بفم بسم الله
وحير او قاون او لبدا ذيق وحير قاون دونا الى او اسحصوص بيه للفقه وحيي تاريخ او كان فغبور سنة تمري اسحاي قياسي تضوى بقول يسغاشن يسغال هجرية الولي المعظم مفتي البلاد حسن البلاد حمود البلاد شيخ فخي أبو بكر بن محمد وكما على رأي شيخ فخي أبور مري أو دقال أي سو خادم كفارتي إنجليسة و أي سو هجوم الحمر رسول جبي وحمر قصدعتي إلا شمين تير الفخي أي ألفين جيراريال كساب سنعي دقال لي أو أي سو خادم كفارتي سو هجومين مغارة حمر وحانا جيراريات كاسكمي تهي كو بسن عام بلاوة باس عن حجاوة أو فخبرو فاتح نوفرتيمي أو أسايقولو إنجليس على كجيو أو تير علميو تياني متلهايو لما تير علميو نين كتب لاي محوترا تير علميو تلو نينكي كهري واي تير علميو نين كتوي كاتير مايو جيراريان تكن وحا سو حصوصي أو سو خوري هرسيد الرفخي إنا تاريخته المرحوم السيد محمد بن علي موسني أنا هاي كابخويلة رفقي أبحاجي إلهي ينصر عرسو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته Salam alaikum Abdouhid, je te félicite pour ton mariage. Que de la baraka, qu'Allah bénisse ton mariage. Inch'Allah, vous aurez loin. Hey, salam alaikum Abdouhid, félicitations pour ton mariage. Que de la baraka, Inch'Allah, vous irez loin. Et khair. Salam alaikum Abdouhid, je te souhaite une longue vie avec ta femme. Et que de la baraka, Inch'Allah. Inch'Allah, mariage cadre khair. Je te souhaite que du bon, Inch'Allah. بأحسن مقام ولطفا وجودا وبالخير تام وفي العهود لنا يا كرام يا شهر فيك الرضا والقبول وبكل هم وغم يزول عسى وفق ساعة بجاه الرسول لقى ليلة القدر فيها سلام فيك